فصدقوا الله ولو وأنتم مغمضين، لا تخالفوا، لا تقولوا بالرأي ولا بالهوى. أرأيتم عمر بن الخطاب؟ عمر أعلم أم العرور أعلم أم القرضاوي أعلم أم اتحاد العلماء أعلم؟ عمر ورب هذا البيت، عمر أعلم. وفي أمة فيها عمر ثم أبو بكر ثم محمد عليه الصلاة والسلام لا يخالف هؤلاء ولا يصدق أحد بعدهم. قال عمر قولا يوعظ فيه الأميين المؤمنين يوم الحديبية. يوم الحديبية بلاء أشد مما أنتم فيه، كتب فيه محمد بيده عليه الصلاة والسلام، محى فيه محمد بيده الرحمن الرحيم. كتب النبي بسم الله الرحمن الرحيم، ولما يكتب محمد بسم الله الرحمن الرحيم ليس كما يكتب الناس، يكتب وهو يوحى إليه، ليس كما يكتب الهمل والولدان فيكتبون باسمه الكذب والضلالة. فقال له المشرك يومها وأسلم بعدها، قال من الرحمن؟ اكتب باسمك اللهم، وعلي وعمر في الناس، فلا تزايدوا على الصديقين، لو أن أحدكم كان ثم لانفجر ومات. فقال النبي أمرا لعلي امحوا الرحمن الرحيم، فاستكبرها علي، فأصر النبي عليه الصلاة والسلام فمحاها. ثم قال هذا ما عهد به محمد رسول الله. قال المشرك يومها أسلم بعدها، يعني اصبروا. قال لو نعلم أنك رسول الله ما قتلناك، اكتب محمد بن عبد الله. فقال عليه الصلاة والسلام أمرا لعلي امحو رسول الله. قال كيف أمحها؟ قال أنا رسول الله وإن كذبوني. فمحى الرحمن والرحيم ومحى رسول الله، وكتب عهدا فيه أن إذا أسلم مشرك رده النبي للمشركين، وإذا ارتد مسلم ما رده المشرك، في ظن العامة حيف هذا أم ليس بحيف؟ عند العامة والفراش حيف، ولا لا يا أخوانا؟ إذا أسلم مشرك يرده، وإذا ارتد مسلم لا يرده. ورب هذا البيت إنما أمضى محمد عليه الصلاة والسلام ما أمضى بوحي الملائكة عن الله في السماء. الله قال اكتب، الله قال امحو، الله قال أمضي، فكان. ثم قام عمر مغضبا، ليس كغضب جهالنا، عمر صديق، قال لأبي بكر ألسنا على الحق؟ الكلام كان يومها بين محمد عليه الصلاة والسلام وأئمة الكفر، وليس بين ولدان المسلمين وفساق المسلمين، الكلام بين إمام العالمين وأئمة المشركين، وليس بين الفسقة والولدان وأنصاف وأكثار الضلال. مع ذلك كان ما كان، قال عمر لأبي بكر ألسنا على الحق؟ قال بلى. قال أليس على الباطل؟ قال بلى. قال ألسنا المسلمين وهم الكافرين؟ قال بلى. قال فلما نعطي الدنية عن ديننا؟ قال إنه رسول الله. فأتى عمر النبي عليه الصلاة والسلام وقال ما قال لأبي بكر، فقال النبي إني عبد الله ولن يضيعني،
ثم جاء واحد من المسلمين وأسلم الساعة، كان مشركا أسلم الساعة، فكان بلاء السماء للنبي وللعالمين. ألم تمضي، ألم تعاهد يا رسول الله أن إذا أسلم مشرك ترده؟ فجاء أبو بصير تعرفونه فأسلم ساعته، فنظر سهيل ابن عمرو الذي كان يمضي فقال للنبي عليه الصلاة والسلام أبو جند، فقال الرجل الذي يمضي العهد ونظر إلى النبي: بلى، ها قد أسلم وقد عاهدت أن ترده، فرده. فكانوا يجرونه، وأخذه أبوه من المشركين، أخذ ابنه. والمؤمن المسلم يقول: أتردونني إليهم يفتنوني في ديني؟ والنبي يثبته: إن الله جاعل لك من أمرك فرجا. كذبوه ولا صدقوه؟ صدقه الله ولا ما صدقه الله؟ في أبلى من هيك يا أخوان؟ فكان عمر يقول ما يقول ويصيح ويستصرخ، ثم صدق الله النبي عليه الصلاة والسلام. فوعظنا عمر وقال للولدان وقال لاتحاد العلماء وللفرق وللأحزاب، قال عمر: اتهموا الرأي على الدين، اتهموا الرأي على الدين، لقد رأيتني أرد برأيي قول رسول الله أجتهد ولا آل يوم الحديبية. اتهموا الرأي على الدين، كل مقالة الناس اليوم: ألسنا على الحق؟ أليسوا على الباطل؟ ألسنا المسلمين؟ أليسوا الكافرين؟ أليس هذا ما يقولون؟